بتتبرع بنص ثروته لمصر كله علشان الاقتصاد المنهار زي ما حضرتك عارف. حضرتك تقدر تساعد بيه؟ يعني انا لو املك روحي لمصر هدفعها. وانا اشتركت في حرب 73 واشتركت في حرب الاستنزاف واعرف قيمه الكلام ده، واخد بالك؟ فانا يعني روحي في مصر، يعني تبرع بنص ثروته. انا لو املك يعني ثروته كلها اداها لمصر، واخد بالك؟ فطبعا دي بلدنا عزيز علينا، بلدنا غالي، بلدنا في رفعها ده غالي. يعني شوف حضرت جميع الحروب واعرف قيمه مصر. واحد فينا المفروض يساعد بقدر ما يستطيع. ان كان الواحد مش جاد في عمله يبقى جاد في عمله. مش كان اذا كان بيطلع متاخر في شغله لا ما يروحش متاخر في شغله. هو ادانا مثلا ان هو بيصحى بدري ويجتمع بالوزراء الساعه 7 الصبح، حلو في اليمين الساعه 7 الصبح. كل واحد على قد دخله، على قد دخله بيقدر يستقطع منه قد ايه، بحيث ان هو ما يضرش المعيشه بتاعته. اللي يقدر يتبرع بيوم، اللي يقدر يتبرع بيومين مرتبه، اللي يقدر يتبرع بجزء من مرتبه، كل واحد حسب مقدرته، بحيث ان ده ما يتعارضش مع حياته المعيشيه. اقدر اساعد بالكلمه الطيبه وبالعمل الصالح. اقدر اقدمه انا لو ما معيش فلوس، التزم في شغلي، اراعي ضميري في شغلي، اراعي ضميري في الشارع، في البيت، في كل مكان، حتى مع يعني جار جنبي، حد في الشارع كده، اراعي ضميري في كل حاجه. مش احنا بنقول يعني ابسط امور الزباله اللي بترميش في الشارع، ارمي مكان تتحط الزباله. ده اللي ممكن اقدر اعمله لو انا معيش فلوس. مشكلة السيسي اتبرع ليه؟ ولا كذا؟ هو بيقول يعني اتبرع بنص ثروته، اتبرع بنص ثروته عشان يعمل اجل الموازنة. انما المشروع اللي هو تحيا مصر، لن تحيا مصر بالتبرعات، ولكن تحيا مصر بالعمل بالصبر. احنا ممكن نتبرع او نلم فلوس بس لازم تتحط الفلوس دي في حاجة تفيد مصر، بمعنى يتعمل بيها مشروع يخف البطاله، والمشروع دوت يتابع من قبل الشباب نفسهم. الرئيس السيسي اتبرع بنص دخله ونص ثروته، لان هو من اول دعايته الانتخابيه قال ان البلد دي خيرها على كل الناس، واللي ما يديش البلد دي ما يستحقش ياخد منها. فالناس اللي اخذت من البلد هي ملزمه انها تدي للبلد. دي حاجة. الحاجة التانية، المواطن البسيط اللي ما يملكش انه يتبرع عليه انه يؤدي دوره في عمله. أولا يؤدي عمله على أكمل وجه. ثانيا يراعي ربنا في وطنه وفي مجتمعه وفي شعبه. ونطلب من الله انه يبعدنا عمن يريدون تعطيلنا وجارنا الخلف. العمل. المفروض المصريين كلهم يشتغلوا. المفروض ان كل موظف يدي للدولة حقها زي ما بياخد راتب يدي العمل. انما النظام الاولاني ده بقى احنا مش عايزين نتكلم عليه، وعايزين نبدا بداية جديدة. البداية الجديدة ان كل واحد يبقى عنده ضمير في عمله، كل مسؤول يبقى عنده ضمير في عمله. هي عملية ضمير. لو كل مسؤول اشتغل صح وعامل ضميره، والله البلد ده تبقى احسن بلد في العالم. اللي انا اقدر اساعد بيه ان انا بوجه اسرتي، بوجه اولادي ان نخف في الانوار، نخف في الميه، نخف في ازاي نحط نستفاد بقدر المستطاع من الطاقه اللي عندنا ديت. ازاي مثلا نوفر في عربيتي انا عن نفسي شخصيا، انا مثلا بكون فعلا قاعد في مكان وهنتظر ما شغلش العربيه. من باب تاني ممكن مثلا ارشد الناس اللي حوالين مني بالنسبه لحقهم في اللي هي المويه التموينيه. ازاي مثلا لما يروح الفرن معلش يعني ما يقفش وشاشه قدام عينه، الديل يتسرق ويسكت. هو برضه ده دعم للدوله وللمواطن نفسه. هي الافكار بتبقى كتيره، بس المهم اللي يتبناها ويدعمها. كشاب يعني كوسط شباب، شلة أصحاب أو شلة شباب، لو في واحد خاطئ أو في واحد ماشي في السكة اللي ما ينفعش نمشي فيها، أنا أنصحه والله أقدر أقدمه البلد، أشجعه على الشغل، أشجعه على المعيشة. كفاية بقى لعب، كفاية تاني. والله برضه سواء مساعدة مادية أو إن أنا أتعاون يعني في العمل طبعا الجد مع الـ السيسي ومع الحكومة
بجد ونجتهد وما نعتمدش على الاخرين انهم يعني المعونات اللي تيجي او يعني الدول الخليجيه ولا لازم ان احنا نشتغل لازم نعمل على اساس البلد تنهض يعني ونحاول ان احنا نكون متفاهمين ونتصالح مع انفسنا بقدر الامكان يعني. اقدر اساعد بكل اللي ربنا يقدرني عليه لكن نمره واحد اقدر اساعد بيها مساعده فعاله ان انا اوصل ابني واشتغل ما يستناش يعني يقعدش في البيت والدوله تجيب لي شغل اطلع اشتغل بلد متاح فيها شغل كتير وفيها حركه كتير اطلع اشتغل اطلع اتحرك ما تقعدش على القهوه ما تقعدش يعني كل شويه تلاقي رجال شباب وتتكلموا وتنتقد البلد طب انت اشتغل شغلك هو صدقني احسن تبرع للبلد حركتك وخروجك من البيت وانك تتكل على نفسك ده اكبر مساعده للبلد. شجع العمل وكفايه بقى كلام في السياسه والمخافه والمخافه والاعلام بنيت شويه في السياسه والحب في العمل بدرجه كبيره جدا على كل الشباب ان فيه ركود نفسي قبل ركود مجهود البدني التغيرات اللي طبعا ثلاث سنين اللي فاتوا كان صعب جدا جدا يعني باذن الله من تظهر الشباب ان شاء الله. المستوى الشخصي ده انا ممكن اقدمه يعني مش الماده هي اللي بتعمل كل حاجه لا ممكن اقدم الوقت ممكن اقدم لو عندي فلوس فعلا ما يمنعش ان انا الحاجات دي اكيد هتعمل بيها مشاريع لسه النهارده روسيا بتقول انا بفكر جديا ان انا انشئ محطه نوويه في مصر الكهرباء اللي احنا بنعاني منها دي امبارح هو كان في اسيوطي حل مشاكل كتير بين النيل وفي تعامل مشترك بينهم الكنيسه برضه شغاله في الموضوع ده البروتا ودروس كتر خير الراجل بيروح بيوضح الرؤيه في مصر في فنلندا وكان في اثيوبيا من فتره وكان في النرويج وهكذا. اولا مساعدتنا ان شاء الله تكون يعني مردوده باذن الله سواء بالعمل او بالمال او بالجهد او برضه بما نملك من القليل يعني القليل اللي نملكه ان شاء الله برضه ان شاء الله نساهم باذن الله.